بكوا بضحكوا وبيلعبوا وهم بيقتلوا فيي. ردوا حملوني تاني مرة وزتوني اجيت عبوز الجب. طبعا العظم كله مطبوش عندي، دعس على راسي، بوكسات على وجهي. بكوا بضحكوا وبيلعبوا وهم بيقتلوا فيي. فشفتهم قدامي انا، فاني انا بدي انسحب بدي ارجع على الدار، فهم بلشوا في طخ عن جنبه سوا. كان معي اولاد عمي كمان كانوا صاحيين معي وكمان تصاوبوا، وانا كذلك نفس الاشي اكلت رصاصه بايدي وقعت ورا الجب كان مصفوف عندنا باب الدار، ولما وقعت كمان اكلت كمان رصاصه باجري. فاولاد عمي كمان تصاوبوا وفي كمان شباب اصحابنا كانوا نايمين عندنا تصاوبوا. شافوني اول ما اجوا دعس على راسي وانا مصاب، دعس على راسي، بوكسات على وجهي، شلاليط، جراي محل ما هي موجود الاصابه، صار يضربني عليها، ايدي، صار يلف لي فيها مع انه موجود اصابه. طبعا العظم كله مطبوش عندي، طبش لي عظم ايدي وعظم اجري، تطبيش كامل كان. اخر اشي بكوا بضحكوا وبيلعبوا وهم بيقتلوا فيي، مسكوني اثنين من اجراي واثنين من ايدي. صاروا يلوحوا فيي يمين وشمال وزتوني مره واحده، بدي زتوني عبوز الجب، اجيت واقع على الارض. ردوا حملوني تاني مرة وزتوني اجيت عبوز الجب. طبعا بوز الجب بديش يعني مبين شو حرارة الجب راح تكون وكمية الحرارة الموجودة، لدرجة انه انا ظهري انسلخ سلخ مني. قعدت حوالي تقريبا تلت ساعة وهم بالجب يقدموا ويرجعوا، يقدموا ويرجعوا، تا نزلوني عن الجب قعدت تلت ساعة.